السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيمز شيفت. مثل ما شفنا السن كريد فلا هلا نزلوا تحديث جديد اللي هو موسم أوستارا. خلنا نكمل يا عزيزي المتابع، والله محتفلين من بعدي. Good, Eivor's here. Now we can settle this. What seems to be troubling you? This stick in the mud doesn't want to celebrate Ostara. It's the equinox. The veil between our worlds will be dangerously thin. We need to prepare. Why not both? Prepare for the equinox. أتوقع أن هذا الأوستار الظاهر إنه إله أو حاجة، لأنهم هم يمشون يعبدون. Of course we have. بس يمشي ويعبد. هذا ما نفعله، لقد نظمنا وعدنا بعض الأحداث المفضلة من يون، ستجذب هذه كل هذه الضجر أرواح. طيب. طيب. يعني الحين عندي ثلاث مهام تقريبا. طيب الآن علي أو عندي كم مهام؟ مهام مثل ما أنتم شايفين كلها بنفس رينفيزيفيثر. كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع مهام. طيب دقيقة، اللبس هذا ما هو لبس، ما هو لبس احتفال عزيزي المتابع. شو نسوي؟ وين الحذف؟ لا هذا كذا. طب لو قلنا كذا، أعوذ بالله، لا كذا خلك كذا، غيرت رأيي عزيزي المتابع. نروح الأول شخص اللي هو استقبلنا قبل شوي. ينتهي الاحتفال، سينتفي غضون أقل من 48 ساعة من إغلاق المتاجر. حان طيب. But it will be much more. طيب like يبدو هذا كلعبته. I had Ovis right the clues. جاءت ألفيس اكتب الأدلة على شكل الغاز وتأكد من إخفاء البيض في مناطق صعبة. بدأ البحث والبيض قد اختفى، معظمه لا يطلب سوى إمعان النظر بالعين، تحمل ستة منها تلميحا لما قد خفى، بينما التسع الباقيات لن تكون في متناول اليدين. وعند إتمامك العثور على الخمسة عشر بيضة كاملة فعليك إعادتها دون خدش واحدة. واحد إلى إلوين. طيب لا أتوقع ما راح إيه، هذه واحدة ما راح تبعد. طبعا كل اللي عليك يا عزيزي المتابع إنك وانت تمشي تدق الآر ثري، تدق الجير وانت تمشي داخل المستوطنة وداخل المنطقة هذه، وراح يطلع لك دوائر صغيرة مثل الدوائر اللي انت تشوف، يعني مثل أو مثل الدوائر اللي طلعت لي قبل شوي. لا ايوه في شيء هنا. هذا سلال البيض اللي قال لنا الحلو. والاحتفالات ايوه طيب في شيء معقولة؟ There should be some eggs around here. Hey. أيوة. طيب. برا. في واحد طايح. شوف اللي طايح راح نجيه، لكن وين نبي نروح الحين؟ نبي نروح للمطاح. أيوة اللي هناك. ايوه ان شاء الله ما شاء الله. الى الان عندي المهاره اللازمه. انا وياك عزيزي المتابع قاعدين ندور بيض. طيب هذا بيض وش بقى يعني معقوله؟ هذا واحد كويس.
أخذناه. طبعا هذا المكان ورا بيت الساحرة اللي نشرب عندها ونروح لأزغارد ونروح للديار هذه. طيب هذا لقيناك اوكي ما قلنا شيء. طيب هذا واحد. هذاك واحد. في شيء هنا لمع صح؟ هذا بالاسطورة هذا. طيب احس اني يا عزيزي المتابع ما عطيت المقابر حقه. الله ياخذكم. يلا طلع المكان هنا موجود عند المقابر. خلاص لا قول يتوقعون حاطينه فوق الأعمدة مثلا. اي والله هناك والله العظيم هي اعطتنا تلميح اصلا قبل شوي تقول ما ادري وشو بس يعني تقول يعني معنى كلام انها قريبة. وهذا اخر بيضة يا عزيزي المتابع موجودة عندنا. الله ياخذك وياخذنا. طبح طبح يا مدير كفو. طيب طبعا نبي نروح الحين للنفسية ابو بيضات هذا صاحب الغاز. صراحة البحث متعب جدا 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 عزيزي المتابع. يعني صح في بداياته سهل بعدين يبقى لك ثلاث حبات كذا. يعني صعبها يا عزيزي المتابع. هذا وينه؟ أنا ماشي صح؟ آخر واحد. يعني أصعبها يا عزيزي المتابع هو العمود حق الرومان هذا. نبي نشوف الشياطين. How goes the hunt? I have found many, but only you will know if I found them all. Fair enough. Show me you have indeed found them. You see, Eivor, sometimes it's as important to test your loyalty. يا رجال كل تبي